ها هو الكاب ديالي كما كتشوفوا الكاب صغير. انا ديته دابا السورجين، سورجيتو ومونطيتو غير من الكتاف بحدهم باش نكمل شي لاخر بالماكينه باش تشوفوا كلهم. وهاد الثوب راه ما كيحتاجش واقيلا السورجي لحقاش ما كيتسربش، ولكن ضروري نسورجيو باش نتهناو. انا هانو هاد الكتاف واخا سورجيتهم كما شفتو، هذه هي الضوفة، ها هما شوفوا هذا الضوفة، هذا الظهر ياك. انا غنمونطيهم من الكتاف، يعني كيفاش ندير؟ غندير بحال هكا كيسورجي، غنتني من حيت غادي نمونطي انا فوق السورجي، غنتني كندير الوجه على الوجه وكنخيط، يعني بحال هكا كيكون الصباط عندي فوق من السورجي بحال هكا على الحاشيه وكنخدم. شي ملي كنبدا الخياطه كنبدا دائما من البواني ديال الكم وكنمشي للكور. الخياطه ديال الكبير هي ديال الصغير، ما كاين حتى شي فرق. كما كنخيط لكم الصغير غنخيط لكم الكبير، غير هو حيت الكبير غيشد ليا الوقت بزاف في الخياطه، داكشي علاش فضلت ندير لكم الصغير منها تستافدوا لوليداتكم بالكاب الصغير ومنها اللي تعرفوا كيفاش المونتاج ديالو. دابا ثاني حاجه ديما الكتاف هما الاولين، لا في جلابه لا في اي حاجه الكتاف هما الاولين. ثاني حاجه هما الكم، الكم انا ما عنديش الكم، الكم لاصق مع الكتاف. هذا اش غادي ندير؟ غندير البواني اللي درت، البواني انا جمعتهم دابا، جمعتهم بالسورجي من هنايا غير باش يكونوا مجموعين. اما هاد الحاشيه انا غندير دابا الوجه ديال هنا مع هنا. شوفوا دابا ديما انا كتكون عندي البواني صغار من الكم اللي درت، دونك انا ملي كنجي نخدم كنجي من الراس، من الراس وكنخيط. علاش؟ انا غنحاول باش نجمع هذاك الراس ديال الكم باش يولي ليا قد البواني. غندير الوسط ديال هنا بليا بحال هكا، كنفوت النص والبليه فين صديتها في الاول كنصد البليه الاخرى ديالكم، الاخر ديال الجهه الاخرى ديالكم. وكنكمل الخياطه ديالي. هانتوما شفتو الكم كيجا، جا في البليات وجا مزيان، والبونيه غتكون مقبوطه على اليدين. نقدر انا نعاود الخياطه ديال هنا، نعاودها باش تجي لاصقه على الكم. كي شفتوني خدمت الكم الاول بنفس الطريقه خدمت لكم الثاني، كيكون في البليات بحال هكا. دابا غندوزو ان شاء الله للجناب. كما كتشوفوا حنا كنمشيو ديك الحاشيه اللي كنقوسوها ديال الجنب، كنمشي كنتراسي فين غنوقف باش ما تجيش كتخيطي عاد من بعد كتراسي فين وقفتي. ولا ميم شوز بالنسبه للجهه الاخرى، حتى هي تراسي فيها، يكونوا قد قد ها نتوما قد قد حتى في الكم، يعني قد قد. يعني دابا غنمشي نخيط على خاطري.
ديما لاغيطمون في الاول. بالنسبه للجهه الاخرى نفس الخياطه كديروها، كتشدي نفس العبار على الكم باش ما يكونش كم عريض وكم سميتو، كتشدي العبار على الكم باش من بديتي تبداي عاوتاني. شتي نحيد الكم ونخيط الكم ديالي. بعد ما كملت الجهات بجوج غادي نمشي نخيط هنايا الحاشيه التحتينيه. دابا انا عندي السورجي ماشي مشكل، خاصني ندفنها على جوج مرات، كنتني غير السورجي وكنخدم. هيا كنوصل الجهه الاخرى، كنمشي نيشان ما كنوقفش، كنهبط البره بحال هكا، كنقاد الثوب مزيان بحال هكا بحال بديتها من جديد وكنمشي. هاد الدورات دائما كتجبدوا فيهم الثوب بحال هكا شويه باش تنال ليكم. وشنو اللي كتجبدي؟ كتجبدي الثوب التحتاني، اما الفوقاني كتخليه مرخوف وهو كيشد البوزيسيون بوحدو. هادي هاد الدورة أنا كنجبد التوب تحتيني هكا بصبعي، وفوقيني كيشد البوزيسيون ديال الدورة. دابا غنتقلو للقب، أنا غنحط الكاب هكا وغنمشي للقب نجمعو. كما شفتوا القب كدرت ليه واحد الشقه هنايا في الوسط ديالو، هانتوما غتشوفوني كيفاش غادي نخيطو. دابا انا قلت لكم دائما القب كيتخدم على الوجه ديالو بغض النظر لهذيك الشقه، غنديرها بحال ما كايناش وغادي نخدم القب ديالي. هكا حتى كنقرب للثلث، قلت لكم الثلث اللي كندفنو الوسط كندير لاغيطمون كنمشي كنشق بواني بحال هكا وكنجي الوسط وكنخيط هذا الاتجاه الاخر. انا ملي كنجي هنا ما كنوقفش هنايا حيت عندي شقة وصلت لهنا، كنمشي حتى لازيغو يعني حتى لحد الحاشية. Okay.
تشوفوا القط كيفاش كيكون، شفتوا كيفاش كيكون الشقب كيفاش كيكون. ماشي ضروري تكون قبيه مبطنه وداكشي، ها الديكور ديال القبيه، يعني الخياطه هنا باينه والخياطه هنا مفينيه كدوا ميته هنايا. دابا غنركب القب. التركاب اللي كتعرفوا في القب، ديجا انا درت لكم القب ديال الجلابه نفس التركاب كنديروه نفسه تماما، كاينش التغيير. غنمشي غنشوف النص ديال الكور فين هو، هو هذا. غنبدا من الكور، قلنا القب كيكون بحال هكا دائما، ملي كتلفوا في القب حطوه بحال هكا، حطوا الظهر وحطوا فوق منه القب وقولوا القب كيجي بحال هكا. دونك اشنو غادي ندير؟ لا خيطته بحال هكا غتبان الخياطه، دونك اش غادي ندير؟ غندير ليه بحال هكا باش ما تبانش الخياطه. عندي النص ديال الكول في النص ديال القب، وكنبدا الخياطه من داك النص. شفتوا القياس اللي درت ديال القب؟ جا نيشان قد الكول اللي عبرت لكم، هانتو نيشان، يعني القياس اللي كان ديال القاعده اللي كندير في القب نتبعوا ليها مزيان. يعني بامكانكم تغيروا الكول، والكول دائما القب دائما كيتبع القب في التغيير. وقت ما غيرتي القياس ديال الكول ديالك القب كيتغير. باش تبان لي الحاشيه اللي كنخلي، داك السنتيم اللي كنخلي، كنبدا من الكول، حيت عندي انا متاكده بان عندي ما كيشاطش الشياطه، عندي القياس هو هذاك في القب. كنبدا من الجن وكنخدم، غادي نفيني القب بهذا السنتيم اللي خليت. هانتوما كنفنيه وكنفيني. كما كتشوفوا ها القب ها هو فيني، ها نتوما ها نتوما ها نتوما من القدر كذا هو مثال حاشيه، ها هي فينيا ما كاينش. دابا غادي نحيد، غادي نتني لوغلي ديال القب. انا حيت مادام السورجي في اللون وكاين هكا، غادي نحني غير تنيه وحده بلا ما غندير لوغلي، جوج تنيات. انا القب صغير ديال هاد البنيه، بامكانكم نتوما ديروا جوج بنيات اللي بغا حسب الاختيار ديال كل وحده في الخياطه ديالها. وكنبدا نتنقل
خيطي فوق السوجي حنا كتخليه صافي ما كيبقاش يتحرك الحشي ما كتبقاش تحركه. كنتني بحال هكا هكذا نكون كملنا الخياطه ديال هذا الكاب ديال البنيه الصغيره. كنتمنى يكون هذا الفيديو عجبكم وتجربوه وتلبسوه لبنياتكم بالصحه والراحه.